العراق يذوب في أحشاء الأرض، الآن موجود وغدا مفقود، الآن وطن وغدا مجرد ذكرى تحت الأرض. الأرض تبتلع البلاد ببطء هائل مع وجود صمت زلزالي في كل زاوية من زوايا هذه الأرض. الجبال التي تقف شامخة في شمال العراق تتعرض لعملية سحق بطيئة أبطأ من الزمن نفسه. أما السهول الواسعة تنزلق ببطء تحت ثقل حركة الصفائح التكتونية. إليكم قصة اختفاء وطن لا يراها أحد. فكيف سيغرق العراق تحت طبقات الأرض؟ هذا ما توصل إليه بحث قاده باحث عراقي مع فريق أجنبي من إحدى الجامعات الألمانية. إليكم التفاصيل. جبال زاغروس واحدة من أهم وأضخم السلاسل الجبلية في الشرق الأوسط، تمتد على طول الحدود الغربية لإيران وتمتد إلى أجزاء من العراق وتركيا. هذه الجبال لم تتشكل بين ليلة وضحاها، بل هي نتاج ملايين السنين من الصراعات الجيولوجية العنيفة بين الصفائح التكتونية. تمتد سلسلة جبال زاغروس من جنوب شرق تركيا مرورا بشمال العراق، وتغطي جزءا كبيرا من غرب إيران وصولا إلى مضيق هرمز. يبلغ طول هذه السلسلة الجبلية حوالي 1500 كيلومتر، ويتراوح عرضها بين 200 إلى 300 كيلومتر، ما يجعلها واحدة من أطول السلاسل الجبلية في العالم. في العراق تشكل زاغروس الحدود الطبيعية الشرقية، وتمتد عبر محافظات مثل السليمانية وأربيل ودهوك وكركوك، حيث تلعب دورا بارزا في تشكيل المناخ والتضاريس المحلية. تشكلت جبال زاغروس نتيجة تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية قبل حوالي 30 مليون سنة. عندما تحركت الصفيحة العربية شمالا اصطدمت بالصفيحة الأوراسية، ما أدى لدفع الصخور إلى الأعلى مكونة هذه السلسلة من الجبال. تعتبر هذه العملية جزءا من الحركات التكتونية المستمرة التي تشكل سطح الأرض عبر العصور. تعتبر زاغروس من المناطق النشطة زلزاليا، حيث تحدث زلازل بشكل منتظم بسبب الضغط المستمر بين الصفائح. كما ساهمت الرياح والأمطار والأنهار في نحت وتشكيل التضاريس المختلفة عبر ملايين السنين. وبما أن جبال زاغروس تقع على الحدود الشرقية للعراق، فإنها تؤثر بشكل كبير على البيئة والطبيعة في البلاد. تعمل هذه الجبال كحاجز طبيعي يمنع الرطوبة القادمة من الخليج، ما يجعل المناخ في المناطق الغربية من العراق أكثر جفافاً مقارنة بالمناطق الجبلية. كما تحوي هذه الجبال على احتياطات غنية من النفط والغاز الطبيعي والمعادن، حيث تعد كركوك واحدة من أبرز المناطق الغنية بالنفط بالعراق بسبب التكوينات الجيولوجية المحيطة بزاغروس. تعتبر المناطق القريبة من جبال زاغروس في العراق مثل السليمانية وحلبجة وخانقين من أكثر المناطق تعرضاً للهزات الأرضية، حيث تسجل مراكز الرصد الزلزالي عدة زلازل يومياً، معظمها ضعيف ولا يشكل خطراً على السكان. لكن إن كنتم تتساءلون عن العلاقة بين جبال زاغروس واختفاء العراق، فهذه هي القصة التي سنرويها لكم الآن بعد أن تكشفت نتائج بحث فريق من العلماء الذين عملوا بجد للكشف عن سر هذا المصير المظلم الذي ينتظر بلاد الرافدين. العراق يغرق ببطء. تشهد المنطقة المحيطة بسلسلة جبال زاغروس في شمال العراق عملية جيولوجية بطيئة تؤدي إلى غرقها تدريجيا في باطن الأرض. وعلى الرغم من أن هذا التغيير غير محسوس في حياتنا اليومية، إلا أنه يحمل أهمية علمية كبيرة لفهم النشاط الزلزالي في المنطقة والتنبؤ بالزلازل المستقبلية. يرجع السبب الرئيس لهذا الغرق إلى حركة الصفائح التكتونية، إذ تتشكل فجوة متزايدة بين الصفيحتين العربية والأوراسية تعرف باسم لوح يوتيثيس المحيطي، وهو جزء من قاع محيط قديم يعود تاريخه لأكثر من 66 مليون سنة. ومع مرور الزمن بدأ هذا اللوح في الغرق داخل وشاح الأرض،
ما أدى لسحب المنطقة الشمالية من العراق معه. قاد الباحث العراقي ريناس كوشناو مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT فريقا بحثيا لدراسة هذه الظاهرة، وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة Solid Earth أن الرواسب الجيولوجية والصور العميقة للأرض أظهرت أن اللوح المحيطي تحت زاغروس يغرق ببطء، وهو ما يفسر سبب عمق الانخفاضات حول الجبال أكثر مما كان متوقعاً. يشير الفريق إلى أن هذه الظاهرة ترجع إلى الحمل الإضافي للصفيحة المحيطية التي ما تزال متصلة بالصفيحة العربية، ومع غرق الصفيحة تسحب الأرض إلى الأسفل، ما يخلق مساحة إضافية لتراكم الرواسب. يؤكد كوشناو أن هذه الدراسة تساعد في تحسين فهم النشاط التكتوني لكوكب الأرض، وهو أمر ضروري لإنشاء نماذج جيولوجية أكثر دقة تساعد في التنبؤ بالزلازل. فالزلازل تحدث نتيجة تحرك الطبقات الصخرية على طول الصدوع، ومعرفة التركيب الجيولوجي الكبير للصخور يساهم في تقدير أماكن حدوث الزلازل وقوتها المحتملة. وإن كنتم تتساءلون عن موعد غرق الأرض فلا داعي للقلق، فلن يحدث ذلك إلا بعد ملايين السنين. هذا ما أكده البحث المشترك الذي قام به فريق الباحثين من جامعتي كوتينغن في ألمانيا وبرين في سويسرا. العراق والزلازل. يوفر هذا البحث نموذجاً جيوديناميكي جديد يمكن تطبيقه في مجالات مختلفة، حيث يساهم هذا البحث في فهم آلية عمل الغلاف الخارجي الصلب للأرض، ويمكن أن تساعد هذه المعرفة أيضاً في استكشاف الموارد الطبيعية مثل رواسب الخامات الرسوبية والطاقة الحرارية الأرضية. تعد منطقة زاغروس جزءاً من حزام زلزالي نشط، ففي فبراير عام 2023 شهدت المنطقة المجاورة بما في ذلك جنوب تركيا وشمال سوريا زلازل مدمرة أودت بحياة عشرات الآلاف. لذا فإن فهم طبيعة الغرق الجيولوجي لهذه المنطقة قد يساعد في تقليل المخاطر عبر اتخاذ تدابير احترازية أفضل. يعتبر العراق من الدول التي تقع على الحدود بين عدة صفائح تكتونية، وهو ما يجعله عرضة لنشاط زلزالي، حيث تسجل هيئة الأنواع الجوية والرصد الزلزالي الهزات الأرضية بشكل مستمر، إلا أن معظم هذه الهزات غالباً ما تكون ضعيفة أو متوسطة القوة ولا تؤدي إلى أضرار كبيرة. وفي الكثير من الحالات لا يشعر السكان بالهزات، ولكن يتم رصدها من خلال أجهزة الرصد الزلزالي. ورغم ذلك فإن المنطقة الواقعة في شمال العراق تعتبر أكثر عرضة للهزات الأرضية بسبب قربها من الصفيحة الأوراسية والصفيحة العربية، فضلاً عن قربها من منطقة الأناضول التركية التي تشهد نشاطاً زلزالياً متكرراً. هذه الزلازل التي تضرب الأرض في شمال العراق تتسبب بتآكل الأرض بشكل بطيء، حيث لا يمكن للبشر أن يشعروا بها، وهذا ما قد يؤدي بعد ملايين السنين إلى اختفاء معظم أجزاء العراق الذي نعرفه اليوم.